نذهب إلى مدير الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور محمود السعدي من جنين. دكتور محمود، أهلا بك معنا، صباح الخير. يعني انسحبت الآليات، قوات الاحتلال انسحبت من المخيم، خلفت وراءها 4 شهداء، دمار كبير. هل هناك صورة أوضح الآن للذي جرى؟ يعني طبعا سؤال، يعني جنين تتعرض منذ فترة، ولكن هذه الفترة بالتحديد هناك اجتياحات متكررة شبه يومية للمدينة وللمخيم، مما شكل عدد كبير من الإصابات والشهداء والجرحى. ولكن الحملة العسكرية لقوات الاحتلال هذه الليلة كانت تدميرية وتدمير للبنية التحتية للمخيم، للمداخل، لبعض الأمور، للبوستات، لدخلة المخيم نفسه، شوارع بنية تحتية متهالكة، مما يعيق عملية السير بسيارات الإسعاف والمركبات للوصول إلى المصابين والجرحى. عبء كبير علينا وجود هذه العوائق، ومنها وجود القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المنازل والبنايات العالية، الذين كانوا بين فئات أخرى. هناك إصابات من كثرة الإصابات كانت من القناصة الذين كانوا يقومون بعمليات القنص للمواطنين ولعدد من المقاومين داخل المخيم وفي محيط المخيم جنين. ولكن الحصيلة كانت في عدد الشهداء هو 4 شهداء، وعدد إحصائية غير متناهية بموضوع الجرحى، حيث كان هناك من 10 إلى 12 إصابة تم التعامل معها من قبل الهلال الأحمر، ولكن لا يزال هناك بعض الإحصائيات الغير دقيقة. قبل قليل أو قبل حوالي 3 ساعة قمنا بنقل حوالي عائلة كاملة كانت تشعر بالاختناق نتيجة استنشاقها لغاز المسيل الدموع، تم إلقاؤه على هذا المنزل، واضطررنا تقديم الإسعاف لتلك العائلة ونقلها إلى المشافي لوجود عدد من السن كانوا متواجدين في هل هناك ما زالت حالات تحاولون الوصول إليها؟ يعني ما بين الفينز الأخرى هناك حالات، تأتينا مكالمات مناشدات من بعض المواطنين، حالات مرضية كانوا بحاجة إلى النزول للمشافي، قمنا بالتعامل معها ونقلها إلى المشافي بسبب صعوبة الطريق عليهم وخطورة المكان، قمنا بنقلها. وفي عمارة قريبة جدا من المشفى الحكومي تم إخلاءها بالكامل، مكونة من 5 إلى 6 طبقات، تم إخلاءها بالكامل من كل ساكنيها وتجميعهم في الساحة الرئيسية لمشفى جنين الحكومي. دكتور محمود، يعني ذكرت أيضا تحديدا على موضوع هذه العوائق وهذا تدمير البناء التحتية بشكل كبير وما يعيق عملكم ويعيق عمل الطواقم الطبية، لكن في ظل مثل هذه الظروف ما هو المتاح أمامكم؟ ما هي الآلية للتعامل مع الحالات أيضا؟ نحن نعمل جاهدين للوصول لكل الحالات، بالرغم من وجود بعض الأماكن تكون محفوفة في المخاطر، إلا أننا نعمل جاهدين بفرقنا وأطقمنا الطبية على الوصول لتلك الحالات. هناك طرق ممكن أخرى وليست الرئيسية ممكن أن نلتف عليها وندخل من تلك الطرق للوصول لتلك الإصابات، بسبب أن تلك الإصابات بحاجة ماسة لخدمة الإسعاف. ولكن بعض المعيقات كما ذكرت تكون في طريقنا للوصول لتلك الحالات، نعمل جاهدين على تذليل تلك العقبات من أجل الوصول لأكبر عدد من المواطنين الذين هم بحاجة إلى خدمة إسعاف أو خدمة طبية. هل من بين الحالات التي تم إسعافها حالات خطيرة جدا ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء؟ يعني نحن نعلم عزيزي أن معظم الحالات التي تكون في المنطقة العلوية من الجسم هي حالات تكون حرجة وتكون أكثر خطورة من الحالات التي تكون في الأطراف السفلية عدا الإصابة في الشريان الفخذي. هذه الحالات كان هناك حالات بطل، وهذه الحالات تحتاج إلى متابعات طبية كبيرة. حالات كانت في الصدر تحتاج متابعات طبية،
ونحن نتأمل أن لا يكون هناك خطورة على حياتهم، ولكن أعتقد أن هذه الحالات ليست بالعدد الكبير، كان هناك كذلك في الأطراف السفلية ولكن ليست بالعدد الكبير، إلا أن الحالات الخطرة أعلن عن استشهادهم، وممكن متابعة تلك الأمور مع المشافي لأنهم نعم. لهم لديهم العدد الدقيق في موضوع الحالات الخطرة والتي تحتاج لمتابعة طبية. هل هناك أيضا من بين الحالات مسعفين من الطواقم الطبية؟ وأيضا الرسالة، أريد أن أسألك عن موضوع الرسالة الموجهة لكم تحديدا، ولطالما كان هناك استهداف لموضوع الطواقم الطبية، سيارات الإسعاف، وأيضا ما جرى اليوم واستهداف في محيط المستشفيات أيضا وقطع الكهرباء، كان هناك عمل تخريبي لأيضا قطع المياه وحتى الكهرباء عن المستشفى. قطع الكهرباء وقطع النت وقطع كل هذه الأمور هي بشكل عائق كبير لجميع الذين يعملون في المهن الطبية، وكاستهداف مباشر لطواقمنا لم يكن في تلك الليلة، ولكن في اجتياحات سابقة قبل يومين كان هناك استهداف مباشر لأحد المركبات، تعرضت لإطلاق النار بشكل مباشر، وقدر الله لم يصب أي شخص بأذى، ولكن هذا الحديث متكرر نعم. وكما نلاحظه ونشاهده مع إخواننا الأطقم الطبية التي تعمل في قطاع غزة، هناك استهداف مباشر وعدد من المسعفين استشهدوا في وأثناء أدية خدمتهم الإنسانية لأبناء الشعب. شكرا جزيلا لك من جنين عبر الهاتف مدير الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور محمود السعدي، شكرا جزيلا لك دكتور.